رفيحو، رافيا، روبي هوي، وأخيرا رفح، كلها أسماء أطلقت بفترات مختلفة من الكنعانيين والأشوريين والرومان على مدينة رفح الفلسطينية. لكن رفح التاريخية عم تواجه اليوم تحدي هو الأقصى، فبعد 4 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبعد تهديد متواصل، تعرضت مدينة رفح جنوب قطاع غزة لقصف تمهيداً لاجتياح بري. الحصيلة الأولية مرعبة لجهة ارتفاع عدد الضحايا، ومن المتوقع ازدياد العدد، خصوصاً أنه رفح بتضم حالياً أكثر من 1.5 مليون لاجئ. المفارقة أنه الهجوم الإسرائيلي بيستهدف منطقة سبق ووصفها بالأمنة، وهي مش أول مرة طبعاً. بتقول إسرائيل أنه منطقة معينة أمنة بغزة وبترجع بترتكب فيها أعنف الجرائم، عدا عن أنها على حدود مصر ويعتبر معبرة من أهم معابر بفلسطين. رفح إلها بعد تاريخ مهم، فهي أنشئت من حوالي 5000 سنة وقسمت رفح لقسمين، فالجزء الأول فلسطيني والثاني مصري. حتى اللحظة الجهة المصرية هي اللي بتدير معبر رفح وهي المسؤولة عن فتحه وإغلاقه بعد عملية 7 أكتوبر وحصار إسرائيل لغزة وأهلها عن العالم. أغلق المعبر وبيتم فتحه بين فترة وتانية، إما لأدخال المساعدات الإنسانية القليلة أو لمرور حاملي الجنسية الأجنبية. قبل الحرب ما كان معبر رفح فاتح كل الوقت، وعدد الأيام اللي كان مغلق فيها أكثر بكثير من عدد الأيام اللي كان فاتح فيها. على فكرة هذا المعبر الوحيد اللي بفلسطين اللي مش خاضع للسلطة الإسرائيلية المباشرة. نتنياهو عم بحضر لاجتياح رفح، وبالتالي عم نتحضر لأكبر أزمة إنسانية بالقرن الحالي، قد تكون أشبه بنكبة تانية وبتطبيق الترانسفير بفض غزة من سكانها الأصليين.